هاي كيفكم؟ رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج هارد لك. مثل ما تعودنا معنا يزن، كيفك اليوم؟ تمام ريا، كيفك؟ تمام رواق. أنا كل يوم بدي لايك عم تحكي أكثر من قبله. يا حياتي دخيل قلبك. خلونا على السريع نبلش ويلا. كيفك؟ هلا تمام. عارفيني عن حالك؟ رغد. رغد طالبة بكالوريا. واو بكالوريا أنت السنة؟ هاي السنة. موفقة. شو كيف الاستعداد؟ يعني منيح. أوه يا. بلشتي دراسة وكورسات وهيك ولا لا؟ هلا لسه دراسة. لسه. لاحقين على المعهد. علمي ولا أدبي؟ لا أدب. أدبي. طيب يلا موفقة يا رغد. هلا نحن اليوم عاملين مسابقة، فكمان ممكن تفيدك يصير عندك معلومات أكثر. هي أسئلة ثقافية عامة. تمام. تمام. فهلا ممكن حدا يشارك معنا؟ عندك مانع؟ لا عادي مشكلة. إذا بتريد مرحبا، كيفك؟ نحن اليوم عاملين مسابقة، بتحب تشارك معنا؟ طيب أوكي، ما عليك توقفي هون شوي؟ لا يعني هيك خليكي على الكاميرا قصدي. ليش انصدمت الصغيرة؟ ما بعرف، هلا بنسألها، عرفنا عن حالك. يزن. يزن، يزن دارس؟ ايه دارس. نحن اليوم المسابقة معنا، بدنا نسأل أسئلة ونشوف من الأسئلة بيناتكم، تمام؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة، عندك مانع أنت؟ لا أبداً. أوكي، لكن لنبلش مع رغد. رغد، كم عدد فقرات رقبة حيوان الشمندر؟ مسك الموشن. لا بس عاملين هدول موشك حقيقيين ولا طبيعيين؟ لا موشن. البركة. يربو بعزة. هلا انت شو دخلك برموشة؟ نحن عم نسأل السؤال. خال اشي حلوة. ما شاء الله عليها عن جد. ترى انا عيني. شو بدك اكتر عم تغزل فيكي؟ بس نحن كنا بالسؤال. ايه طبعا. حاسس القدر جمعني. نسيت السؤال. حاسس القدر هلا جمعني. يلا ان شاء الله، ان شاء الله بتكون من نصيبك ولا بتتعرفوا على بعض بعد المقابله ان شاء الله. يلا هلا بدنا نجاوب. صبيه شو؟ ما بعرف الصراحه. ما بتعرفي عدد فقرات رقبه حيوان الشمندر؟ معقوله انت بتعرفي؟ انا طبعا اكيد. احكي لنا اياهم تفيدينا. يا عمري انا ما فيني اعطيك الاجابه لاخر شيء. خلي اذن يعطينا اياها. حافظه الاسم. حافظه دغري اسمك. ما شاء الله عليكي، انت كمان كانه اعجاب متبادل بيننا. لا يعني حسب دراستي يعني انا حبيتي ليزن. انا شغلي احفظ اصلا. حبيتي يعني ولا لا؟ مو بشتغل دراستي ادبي يعني. كلها حفظ. كلها حفظ. طيب اوكي، منروح ليزن مع سؤال جديد. يزن تفضلي. جاهز للسؤال؟ انت شو قلت لي دارس؟ انا دارس تجاره واقتصاد. تجارة واقتصاد، برافو عليك. كيف الدراسة؟ كيف الفحوصات معك؟ تمام. تمام رواق؟ تمام. طيب بدي أسألك، كم عدد أرجل الكرسي الواحدة؟ أرجل الكرسي؟ فكر شوي، أكيد بيطلع معك الجواب. أربعة. أربعة، برافو عليك. برافو، ما شاء الله عليك. كأن السؤال كان صحيح. برافو، وكثير جاوبنا جواب صحيح. بنرجع لك بسؤال تاني، ماشي يا رغد؟ رغد بدي اسألك. ما فيك انت تعترضي، كل حدا عنده اسئلته، كل حدا بجاوب حسب معلوماته، يعني هو لو مانو ذكي ولو مانو ذكي حكى عليك عدد رجلين الكرسي. طبعا ما بعرف، بك معنا كراسي. او ماي جاد، يعني هو دقيق الملاحظة، سريع الاستيعاب والإجابة، ما طول، ما فكر كثير. اما انت لا اعطيتي فرصه لحالك، فكرتي ودغري قلتي لي جاوبيني انت. انت حدا بيعتمد على حاله. معلش حلوين بيطلع لهم. يعني ليش عم تغازلها؟ ما فهمت. لا عادي ممنوع غازلها. لا بس نحن هلا بمسابقه، مو بي مو بي انه نحن مو هي تبع الخطابه وكذا، يعني ماني خطابه انا اليوم جاي اعمل ما شاء الله مسابقه مع انا غازه. طيب اوكي. بس إذا مضايقة للصبية ما عاد بحكي يعني. مضايقة كمان؟ بلكي مرتبطة البنات. لا بس إنه يعني بلكي مرتبطة يعني، وإذا خاطبة لا وإذا مو مرتبطة يعني، بس يعني. إنه بلكي محكي فيها. هلا إذا محكي فيها شي ثاني. لا محكي فيكي، ورجيني إيديكي. مو محكي ما في شي أبدا. قرانين فاتحة. لا بس يعني ما في داعي. طيب اوكي، هلا انت بدي اسالك سؤال ثاني، بس انت عم تلهي الموضوع، يعني شكلك عجبك يزن هيك انت عم لا لا اسالي. اسال يلا. طيب كيف وصل البطيخ الى الارض؟
شو يا رغد؟ جاوب. جوابه كتير سهل وبسيط. ما تقلي له جاوب وانت ما تقلي له جاوبي. تمام؟ كل حدا عنده سؤال حظه نصيبه منه بيجاوب بس. عمرك يا حلو. اه على اثنين هو بحب يطبق الاثنين. انت نسوانجي انت شو برجع كذا؟ هو بيمشي على الاثنين يعني زبطت هي ما زبطت عادي. السرطان نسوانجي نوعا ما. مبين كتير مبين عن جد. حسب. طيب اوكي. شو الجواب؟ كيف وصل البطيخ الى الارض؟ زرعوا. ما بعرف. زرعوا؟ مين زرعوا؟ ما بعرف. ما بتعرفي. طب هيك انت عم تخسري معنا نقاط يعني كتير عرفتي ما عم تعرفي. طيب بنرجع بسؤال تاني لإلك. تمام يزن؟ تمام. بدي اسألك انت بتدخن؟ انت حدا مدخن او لا؟ هلا ما كتير صراحة ما بحب الدخان بس انه ممكن ارجل وزمان وجدت ارجل. هو سؤالي دخله بالدخان لانه بدي منك تعطيني عدد السجائر اللي بيكونوا بباكيت المالبورو. باكيت بيجوا 12 وحدة. 12 وحدة. برافو. كيف عرفت انت ما زالك ما بتدخن؟ كنت اشتغل محل دخان. كنت اشتغل بمحل دخان. برافو عليك عندك معلومات. برافو عن جد شاطر. هذا المعلومات بتعطيها لأخي الصغير بيعرفه. اخوك الصغير؟ بدخن. ليش اخوك الصغير؟ لا بس بيعرفه. او اشتغل بمحل دخان؟ لا ثقافة عامة. ايه بس انت ما عندك ثقافة عامة ابدا شايفة. انا سألتين الاسئلة سألتي اياهم بعرفه. طيب اوكي هيك بنكون خلصنا المسابقة. الرابح معنا هو يزن. يزن برافو عليك. جوابتك كانت كتير منطقية وكتير واضحة. تفضل هاي الجائزة مقدمة من يلا تي في. شكرا. ان شاء الله على طول هيك بتضل ذكاء تشتغل على حالك وان شاء الله بتتخرج كمان يعني من فرعك وبالتوفيق. بتمنى لك كل خير. شكرا لك كلك زوج. ما تبارك في الصبيه او اذا ما تبارك تاخذ صفقه. لا مبروك. في عندك خيارين. لا خيار انك تاخذ الزرف وتعطي رقمك او هي. طب انت شو بدك برقمك؟ انا بعطيك رقمي هلا بس نخلص. عن جد؟ ايه. طيب يلا اوكي. يلا باي. انا برجع لك. ايه شكرا. اوكي شو رايك انت هيك معقول تخسري معنا ترضي على حالك؟ هو شو بو؟ ما بستاهل يعني هاي ما بيستاهل؟ غرتي لأنه بده يعطيني رقم. بدي أعطي رقمي أنا؟ لا ليش غار؟ ما غرتي؟ عادي عادي؟ طيب بعطي رقمي. أنت كيف بدك تعطيه هو كعم يسوق على الاثنين يعني؟ بظن بيسوق على الاثنين. أيوة. طيب أوكي تعال هون تعال يا شوفير. شو؟ شوفير كيفك؟ أنت عم تسوق على الاثنين. الله يسامحك الله يسامحك. أنا وشي هالوش هيك مبين علي نسمنجي. طيب رجع يزن. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه نحن عم نمزح معك. أكيد مشان أرجع أخذ رقمي. نحن عم نمزح معك عاملين معك مقلب صغير. هاي الجائزة مقدمة إليك. لا عندي مهمة. عرفتي؟ وأهلك سامحوني ورفيقك سامح. ما عندي رفيق بس أهلي مصيبة. طيب أوكي نحن عم نسأل يزن أسئلة كتير سهلة وعم نسألك أسئلة ما إلها جواب. تمام؟ فبس هاي الفكرة وشكراً كثير يعني لك يا رغد. ماني غربية. لا ماني غربية. أهلا وسهلا فيك. سلام بدايك. هلا عارفيني عن حالك؟ اسمي ماري. ماري حلو عاشت الأسامي يا ماري. ميرسي. ماري شو دارسة أنت؟ ثاني طالبة صف عاشر. طالبة عاشر. كيف الدراسة معك؟ تمام الحمد لله. يعني؟ إيه نشكر الله. يعني عندك معلومات عامة. إيه ماشي الحال. أوكي. اليوم نحن عاملين مسابقة. عم نسأل الشباب والصبايا أسئلة عامة، أسئلة ثقافية، ممكن أسئلة طريفة، هلا منشوف، بس بدنا حدا معنا يشارك، فمنشوف هلا الشاب أو الصبية المناسبين لحتى يشاركوا معنا، لنشوف مين ممكن ناخد. عندك معنا أنت؟ لا. طيب. لو سمحت كيفك؟ تمام أستين. لا ما تنقصتعي شوي لهون ماري. عرفني عن حالك مبدئيا. يزن نحن اليوم عاملين مسابقة عم نسأل أسئلة عامة. تمام فبدي منك إنه أنت تقلي كيف معلوماتك العامة. أنت خرج إنك تشارك معنا ولا بدك تنسحب؟ لا يزعل مني طبعا. أكيد خرج. برافو. شو دارس؟ عربي بس شوي. تجارة واقتصاد. برافو. أي سنة أنت؟ سنة ثالثة. ثالثة؟ حلو. طيب اوكي رح نبلش مع ماري. اسمها ماري ولا ميرين؟ ماري. منيح مو ميرين بكره هالاسم. طيب اوكي.
ليش بتكرهه؟ عندك سبب معين؟ هيك كتير بكرهه. طيب اوكي. لا الصبية هون ماري اسمها. ماري بدي اسألك، ما هي، انت اكيد بتتابع برامج اطفال وهيك قصص يعني، كلنا كنا نتابع اكيد. طيب بدي اسألك، ما هي عدد حلقات الكرتون اللي كان يطلع المحقق كونان؟ كتير يعني. كتير يعني؟ كتير. بدي انا عدد، بدي عدد معين يعني، شي 600 هيك يعني. عدد معين 600؟ لا مو 600. ما بعرف. ما بتعرفي بالضبط؟ لا. طيب اوكي، ما عرفت ماري الجواب، رح انتقل لا يزن بسؤال تاني. يزن بدي اسألك، عندك فيسبوك انت؟ كان عندي بس مسحته والله ما عندي هلا. طيب انتبهت شي مرة شلون شعار البرنامج او لا؟ نهدي موف. برافو نهدي، برافو. في ناس بيقولوا له نهدي، في ناس موف. برافو، فجواب صحيح. انت حدا دقيق الملاحظة يزن، ما شاء الله عليك. طيب اوكي، بدي اسألك سؤال تاني إليك، بس بدك تعرفي يا ماري، ما عم تعرفي معنى شيء. طيب يلا. يعني السؤال الأول ما عرفتي، لنشوف الثاني. بدي اسألك عن عمر كوكب المريخ بالضبط، قد ايه عمره هذا الكوكب؟ 2000. كمان ما بعرف شو هالأسئلة. جاوب 2000. كثير صعبين. ماكس كثير سهل هذا السؤال. كثير سهل، انا حاولت سهل لك يعني. سؤال سهل؟ سؤالك سهل مش سؤالي. انا قاعد الحمد لله. عمر المريخ. عمر المريخ. احنا كلياتنا مش نقول مع بعض. ايه صح. برافو والله حلو، بتعرف عندك معلومات عن الكواكب؟ اي طبعا. يعني شو عمر المريخ؟ ما فيكي، ما فيك تواجهي له السؤال له، انت هون بمسابقه بتجاوبي على سؤالك، كل حدا بيجاوب على سؤاله. ما تقولي له جاوب انت، لا ما فيه جاوب. طيب رح اساله سؤال ثاني. يزن رح اسالك سؤال، انت وين رحتي؟ تعي بدك تنسحبي؟ لا لا خافت مني. ليش راحي؟ طيب اوكي، بدي اسالك، شو بدي اسالك يا يزن؟ ما زالوا عم تتهمني انه عم سهل لك الاسئله. بدي اسالك سؤال صعب، انت قد ايه كنت تجيب بالديانه بالهيك بالصف الاول والثاني وكذا؟ 20 من 20. واو. طيب بدي اسالك، ما هو اسم سيدنا ادم؟ بسرعه هيك جاوب. سلام ادم. 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 برافو 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 صحيح. صعب. صعب جدا، وكان يجيب 20 بالديانه. برافو يا يزن، جوابك صحيح، صار معك نقطتين والصبية صفر، فلهيك أنا بدي أعتذر منك يا ميري. مو ميري، ماري. بس إيدك لا تقولي ميري. إيه أنا أخذت على لساني هذا الاسم. طيب شكرا كثير لك يا زن، شكرا لمشاركتك، إن شاء الله بالتوفيق يا يزن. باي. ذكي كثير هاليزن. ذكي ما؟ الله يحميه. نحن يعني عم ندور على الشباب والصبايا يكونوا ذكيين معنا، أذكياء، لحتى يعرفوا يجاوبوا على الأسئلة المنوعة، عرفتي؟ فانت هارد لك، لك ما عرفتي شيء. زعلتي منا؟ لا اكيد لا، عادي. اسئلتكم كانت سهله بس انا كثير ذكيه عن جد. طيب بحذر شو لكي، مين اجا؟ اهلا. بنت النسمه، ولا حسيت فيها؟ بنت النسمه عن جد، عن جد يعني. ما شاء الله عليها. ماري بتعرفي شو عم بصير؟ لا والله. طيب اوكي، نحن هيك كانت مزحه صغيره. اي عم نمزح معك، عاملين معك هيك مقلب صغير، فبدك تسامحينا وتاخدي الجائزه من يلا تي في، مقدمه لك يا ميري. شكرا شكرا. ميري. 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 انت انت ليش قلت لي هذا الاسم على لساني؟ هيك ما انا مو حاجه بنسى الاسماء. طيب عم تخربطني كمان. كل شيء لاميري، لا تذكري لي هذا الاسم بكهربني. طيب اوكي، شكرا كثير يا شكرا لكم ميري. اوكي.